وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله نتكلم على السحر ديال التعطيل. هو السحر ديال التعطيل عدوا عدة أسباب، ومن الأسباب هو السحر اللي يترش قدام المحلات أو البيوت أو هذا، فهمتي؟ فالإنسان لما تيدار السحر تيدار باسم ديال شخص من الاشخاص او تيدار بالافراد ديال 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 البيت، مثلا الولد او البنت وكذا. فهذا السحر تيخدموه شياطين، فالشياطين تيكونوا حراس على هذا السحر. فلما الانسان تيدخل لابد ما تسمع اسمه، مثلا بحال شي واحد عيط عليه، فلما تسمع الاسم ديالو تيتلافت، فهذاك الشيطان ولا هذاك الجيني اللي خادم هذاك السحر تيعرفوا بانه هذا هو الشخص، حيت هو ما تيعرفوش، ولكن بسبب الاسم ديالو تيتكلم بالاسم ديالو تيتلافت تيعرفو. علاش تيقول لك راه تصاب بالسحر؟ بالغلط، بالخطا، لانه راه سمع انسان تيسمع اسم وتيتلافت ولو هو ماشي اسمه. لما تيتلافت تيصيبو هذا الجن تيدخل فيه، فلما تبدا تدخل فيه فتبدا يدير ليه عراقيل في الحياه ديالو. مثلا كما قلتي، قال لك سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يطلع في وجه الانسان ويبان الشخص الاخر اللي عنده مقابله معاه، يبان ليه بصوره غير الصوره ديالو او صوره حيوان او كذا. هنا تتنتهي العلاقه ما بين هذا الشخص وهذا الشخص، ماشي؟ او تجعلوا فيه والسوري بالخوف، يخوفوه من هذا الشخص او يدخلوه في الشك، يشك فيه بانه تيدير شي حاجه خايبه او غيدير لي شي حاجه خايبه او غينصب عليه وكذا، وتتنتهي العلاقه ما بين هاد الناس هادو. هذا من نوع السحر بالنسبه ديال تعطيه الزواج. وحتى العلاقه مثلا اصدقاء وهذا بيناتهم تيكون هاد الامر هذا، الا بغاو يفرقوا مثلا اصدقاء او شركاء في بعض الاعمال، فتيدير لهم هاد السحر اللي ولا موجود منتشر كثير، وبزاف الفيديوهات اللي تصوروا الناس مثلا تيرشوا قدام المحلات. كثير من المحلات اللي سدات بسبب هذا السحر، وما عرفوا بان السحر مشروح على مده طويله، عاد عرفوا بان راه دار لهم هذا السحر. هو هنا باش نوضحوا الناس، باش الناس ترد بالها وترد بالها مزيان. لا، الا بدات عراقيل الانسان يبحث ما هي الاسباب سبب هذه العراقيل. هذه الحالات هذو قلت لك انا راه كثار جاوا عندي. بالنسبة لواحد الصديق جا عندي، المرأة ديالو مريضة، تطيح تتصرع، وقعت ليهم مشاكل، وقفوا على الطلاق. هو المرأة تتكون مثلا جالسة في دارها مرتاحة، لكن من تيدخل الزوج ديالها تصيب واحد الضيق في التنفس ديالها، وتتقلق وتتعصب وتيبير كبير الوسواس، وتتولي باغا تهرب من الدار بسبب الزوج ديالها. فالحمد لله جا عندي قال لي احنا راه واقفين على الطلاق، لكن جينا عندك غير باش دير معنا شي اسباب، ربما يكون اعراض السحر ولا افعال شيطانيه. فالحمد لله رب العالمين بديت نقرا عليها داك الشيء، ويطيح فمني طاحت سرعات، فدرنا لها الاستفراغ في الدار والحمد لله ولات بخير. فشويه مني فاقت المراه ولات بخير، اتصل بيا قال لي ودير عندي مشكل في البنات، عنده جوج بنيات وبنيات معقولين، والمعقول عندهم انا تنشهد لهم به معقول زيد، عندهم واحد معقول زيد اللي معقولين بزاف، لكن مع الاسف الشديد تيجيو الناس وتيمشيو. اللي جات يمشي من هنا حاول يشك بانه راه كاينه شي امور. فالحمد لله درنا لهم الرقيه، وعطيناهم ما مازال اغتسلوا به، وعطيناهم ما رشوه قدام الباب ديال الرقيه هذا، والحمد لله دابا راهم في ديورهم. كانت واحد الحاله اخرى ديال واحد البنت، كانوا يشوفوها الناس في الزنقه وتيتبعوها، فتيلحقوا حتى للدار وتيرجعوا، ما تيبقاوش حتى يدقوا الباب، وكاين منهم اللي تيدق وتيهضر مع الاب ديالها وتيمشي ما تيبقاش يرجع. فالحمد لله هي جات عندنا السيده، درنا لها الرقيه الحمد لله، وعطيناها ما اغتسلت به ديال الرقيه وديال الاعشاب، والحمد لله راه دابا في دارها، راه حامله، الله يكمل على خير. كاين الناس اللي عندها اعراض، وكاين الناس اللي ما عندهاش اعراض. كاين الناس اللي عندها اعراض مثلا اذا كان السحر مرشوش تيكون الالم في القدمين، تيكون الالم في القدمين وفي الراس وفي الضيق في التنفس، حتى مثلا البلاصه اللي ترش فيها السحر مثلا الا دخل الدار يتصاب بالضيق في التنفس او الم في الراس او الم في القدمين. الى عاود خرج على سميتو بشر بعد عليه عاوتاني يولي مرتاح. هذه من الاعراض. لكن كاين بعض النساء وبعض الناس اللي ما يكونش عندهم هذه الاعراض كاع، تيكون السحر ذكي
او تيعرف الانسان راه غايب حس على راسه في عالم الرقيه، هنا ما تيخليوش يحس بهاد الاعراض هادو، تيخدم الا في المناسبه. مثلا عندي محل ديال التجاره او محل ديال بيرو او كذا، من يجي عندي الزبون ديالي هنا فين تيطلع الجني وتيدير خدمته. كاين لا لا، كان الانسان عنده علاقه مع رب العالمين وتيصلي وهذا، تاثر في هذا الجني، لما تاثر فيه تهو تاثر فيه، كما قال رب العالمين يعلمون كما تعلمون ويرجون من الله ما لا ترجون. فهمتي شنو تيخليه يطلع ويبان ويوضح؟ هي طاعه الله سبحانه وتعالى. فهمتي؟ لان كما قال واحد الجني، قال لك المكان اللي فيه الملائكه احنا ما تنقربوش ليه، ما تمشيوش ليه. شنو اللي تضايق الجني باش يبان ويظهر ويعطي الاعراض؟ هي الملائكه. فتلقى الشخص اللي تصاب بالسحر عنده علاقه مع الله وعنده ملائكه، هذوك الملائكه اللي تضايقوه، فتحاول يظهر لهذا الشخص باش يبين ليه راه مسحور، باش يمشي يتعالج، باش الجني يمشي بحاله لانه مرتاح في الجسد. لكن لك الانسان بعيد من 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 طريق رب العالمين، راه تلقى راحته وتينعس وما يبينش ليه قاعد اصلا الاعراض حتى توصل الامور فين فين هي غاده. مثلا عنده محل تحباس، كان عندها سيده تجيو في الخطه ما يبقاوش يجيو، تيبقى صافي تيبقى ناعس هو مرتاح، ما عندوش غرام ديال المشكل. لكن الانسان الا كان يصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى، يعلم بان هذا الجن اللي فيه ولا هذا الشيطان يصيب بضيق في نفسه ورعب حتى يخرج من هذا الجسد حتى يرتاح. يعني من خلال يعني يقدر الانسان لا غيأثر فيه، غيأثر فيه، لكن غيبقى خدام، غيبقى خدام، خاصو واحد الخدمه باش يخرج، باش يخرج من الجسد. ممكن يبقى يصارعو، فهمتي، ممكن يبقى في الجسد وكان يبقى يصارع المريض، راه تيصلي، فهمتي، راه كما قال ايوب عليه السلام في القران الكريم. هذا ماشي نقولوا حديث ضعيف او مشتبه من احد الاسرائيليات ولا كذا، هذا قران قال مسني الشيطان بنصبين وعذاب. هذه آية قرآنية، ما يقولش هي حق الحديث ضعيف ولا مشتبه ولا فيه كلام ولا قالوا فيه كلام ولا لا، هذه آية قرآنية صارحة. قال مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال يا رب العالمين اركض برجليك، هذا بارد مغتسل وشراب. لكن هذا الماء اللي دار فيه أيوب عليه السلام رجلو راه باقي ما معروفش. كل العلماء كله شيء يقول، كاين تيقول ماء البئر، كاين تيقول ماء ديال الواد، كاين تيقول لك البحر، كله واش يقول في هذه آية قرآنية. فهمتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت امنا عائشه رضي الله عنها لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم راه ما رقاهش بشر، باش ما يقولكش شي واحد حقا راه تلقى بالمعوذتين، اللي قال هذا راه كذوب. فمحمد صلى الله عليه وسلم في الاحاديث كلها اللي تكلمت على السحر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا، فدعا الله سبحانه وتعالى فنزل له ملائكه هما اللي تكلموا مع الجني وخرجوه. لما خرجوه فامر الصحابه رضي الله عنهم باش يخرجوا السحر ديالو من بئر مروان، والقصه معروفه ديال النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد الانسان، لا بد من الاسباب، لا خصنا نعرف واحد القضيه، السحر هو ابتلاء من جميع الابتلاءات، بحال الابتلاءات كلها، بحال الامراض، بحال كلها، لا بد من الاسباب. علاش الله سبحانه وتعالى ابتلى الانبياء بالسحر؟ حتى باش نكونوا حنا ما نقولوش حنا، الله قال لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، ما تقولش لي راه انا حقا ولا كان لا لا، ما كاينش عندك دليل وما كاينش عندك باش تقول لي انا راه ما يقيسنيش الجن ولا انا تنصلي، ما كاينش دليل. كاين ادله كثيره في القران ديال 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 المس، قال الله يفرقون بين المرء وزوجه، لو كان انسان يصلي وما يقيسوش الشيء ما يذكروش الله في القران. فالسؤال ديجا مطروح لما الآية متى تكون، يعلم بأن الإنسان راه السؤال راه مطروح وغيطرح، علاش الله ذكر في القرآن يفرقون بين المرء وزوجيه؟ راه غيجي واحد الوقت اللي غيولي الإنسان يتسحر وغيمرض وهذا وهذا، كما ذكر الله في الحسد، وهي أول معصية ديال الحسد. هو كاين كتب كثيرة في عالم الجن وعالم الشياطين، فهمتي، كاين كتب كثيرة منها من الأعشاب ومنها الآيات التي ستأثر في هذا الجن. مثلا إنسان تصاب بسحر التفريق، مثلا الراقي يبحث عن الآيات التي تؤثر في هذا النوع من الجن أو نوع من الشياطين، مثلا يفرقون بين المرء وزوجه. فما هو القرآن خاصة في 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 عالم الجن؟ شنو هي كيفاش الجني يتأثر بالقرآن؟ كيفاش يتأثر؟ هو كما يقولون بعض الدعاة تقول لك الجن يحرق القرآن، يحرق الجن، هو لا يحرق الجن، هو الله ذكره بالرعب، والله ذكر القرآن يخوف به عباده، ما كانش يحرق،
يخوف في عباده. فأي إنسان مثلا دابا بحال الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعلقت العلاقة ما بين رب العالمين ما بين الجن والإنس بحال الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأي إنسان إلا بديت تتكلم معاه مثلا تيسرق، بديت تتكلم معاه على السرقة وطولتي معاه في الكلام، يقدر يتأثر ويتعصب ويمشي بحاله يهرب، فهمتي؟ بحال حتى الجن لما كان عنده جيب السحر التفريق وبقيت تقرا عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفرقون بين المرء وزوجه يفرقون بين المرء وزوجه تضايقوا في نفسه، فهنا تيفر هذا الـ هذا الـ هذا الجني. او كاين بعض الامور اللي هي من بحال مثلا الاعشاب بحال مثلا اوراق السدر، هذه من السنن النبويه مذكوره في السنن تؤثر في الجن والشياطين. لا بغيت نوصل الناس، لان كثير من الناس يبحثون من سحرهم، كثير من الناس يبحثون من سحرهم، فهمتي؟ ففي علم الروحانيات باش نوصل الناس باش ما يبقاوش يسولوا على شكون سحرهم. مثلا دابا الجن تيقول لك راه فلانه هي اللي سحراتك، باش يعرف الانسان كيفاش هذا الانسان كيفاش الجني وصل لك هذه المعلومه. فالجني تسال الناس اللي في الجن اللي في هذيك المنطقه تيقول لهم شكون اللي دار السحر. الا كان الحاسد الحاقد ذكر اسمه الساحر راه تيقول ليه شكون، وقدر يقول لي غير الاسم، مثلا قال لي عبد القادر او الجلالي او محمد او هذا، راه تيقول ليها غير الاسم، لكن ما تيسخش لي شكون هو بالضبط. ممكن يقول ليه بس محمد او عبد القادر، يكون راه كاينين بزاف الناس عندهم نفس الاسم، هنا تيطيح الانسان في الغلط. وكانت عندي واحد الحاله اللي مشينا جبنا منها واحد السحر، واحد العائله عندهم سحر ومشينا جبدناه ليهم، فالسيد قال لي عندك راه مرت خويا تدينا السحر، ها هي كاينه هنا راه غتشوفك، نحاولوا ندركوا باش نجيبوا السحر باش ما تعرفش كذا كذا كذا. لكن رب الله سبحانه وتعالى لما تيبغي يبرأ الانسان تيجعل اسباب باش يبرأوا. فمن جبدنا السحر لقينا الصوره ديال المرت الاخ ديالهم، حتى هي كاينه في السحر، حتى هي معاهم في السحر، حتى هي مسحوره معاهم. فلما جبدنا السحر ويغوت ويقول لي هذه اش دير هنا، اش لقينا؟ لقينا التصويره ديالو وديال مراته ملاصقين، وديالها هي دايرينها مع السحر، ومدورين عليه اللدون ومدورين عليه الشكوتش، والتصويره ديال هذيك السيده سد لها عينيها وفمها. علاش هما سدوا لها عينيها وفمها؟ حتى لان عرفوا فيها بانها ساحره ما تتكلمش، بقى غير تشوف وتسكت ويطبقوا عليها الامر اللي بغاو هما، وبقى الساحر الحاقد يبقى بعيد من هذا الموضوع. هذا تنقول لخوتي وخواتاتي ما بحثوا على العلاج، ما تبحثوش على شكون دار لكم السحر، راه الشياطين تيكذبوا، والجن لما تيوصل لك واحد المعلومه راه يقدر ما يكذبش عليك، هو كاع يجيب معلومه من عند واحد اخر ويقولها لك انت وطيح الغلط. لكن انسان يدعي هذا الدعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، يداوم على هذا الدعاء، والله سبحانه وتعالى غير السحر على الساحر، ويبحث على العلاج ما يبحثش على شكون سحره. وهذا الدعاء راه عجيب ديال اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.